بسم الله نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نرحب بجميع الحضور في أمسيتنا الرمضانية الثانية، والتي تعقد عن طريق بالتعاون مع أشري المنطقة الكبرى. نستضيف خلال الأمسية هاي راح أقود الأمسية هاي راح يدير الأمسية هاي المهندس أسامة خياطة، وراح يكون معنا ضيوف الأمسية الدكتور أحمد علاء الدين المدير الإقليمي بالمنطقة الكبرى، والمهندس حسن يونس رئيس فرع آشري فالكون الإمارات العربية المتحدة، للحديث عن شهادات آشري وأهميتها وطرق التقديم إلى التقديم لها. نترك الآن المايك مع المهندس أسامة، تفضل مهندس أسامة. شكرا أخي محمد حداد، ويعطيك ألف عافية، وشكرا على المبادرة اللي تقدمت فيها وأتحتولنا المجال على أنه نعمل هالأمسية الرمضانية. نتمنى تكون إن شاء الله أمسية خفيفة على الجميع. في البداية كآشري مفروض نحن نقرأ الكود أوف إثكس، فرح أقرأه حاليا. In this and all other ASHRAE meetings, we will act with honesty, fairness, courtesy, competence, inclusiveness, and respect for others, which exemplify our core values of excellence, commitment, integrity, collaboration, volunteerism, and diversity, and shall avoid all real or perceived conflicts of interest. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم ان شاء الله سنتحدث عن شهادات ASHRAE، أنواعها، أهميتها، وكيفية التقديم لهذه الشهادات. أنا حابب بصراحة أنه يكون العرض بسيط وواضح وقصير حتى ما نتجاوز أكثر من 20 أو 25 دقيقة، ثم راح أتيح المجال لضيوفنا الأكارم لطرح الأسئلة عليهم، وفيما بعد راح نفتح المجال للحضور لحتى أيضا يطرح الأسئلة على الضيوف. أتمنى لو سمحتوا أنه تطرحوا الأسئلة باللغة العربية يفضل يعني، وتوجهوا كمان يعني لمن يكون هذا السؤال، مثلا للدكتور أحمد أو للمهندس حسن أو إلي شخصيا. في البداية حابب بس أعرف بجمعية ASHRAE الأمريكية. طبعا ASHRAE مثل ما معظمكم بيعرف هي الأمريكان سوسايتي أوف هيتينج ريفرجريتينج أند إير كونديشنينج إنجينيرز. تأسست هاي الجمعية عام 1894 باسم الأمريكان سوسايتي أوف ريفرجريشن إنجينيرز، ثم حصل دمج مع جمعية أخرى اللي هي جمعية التدفئة وتكييف الهواء عام 1959، وحصل الاسم الجديد اللي هو ASHRAE. تضم هالجمعية حاليا أكثر من 57 ألف عضو منتشرين في أكثر من 130 دولة، ومن ضمنهم في عنا 7400 طالب، والجمعية مقسمة جغرافيا إلى 15 منطقة، 12 منطقة في الأمريكا في الأمريكتين، وفي عنا 3 مناطق خارج حدود الأمريكتين، راح أحكي عن هالموضوع أكثر. تتألف الجمعية من 157 فرع منتشرين حول العالم، وفي عنا أكثر من 400 فرع جامعي. جمعية ASHRAE مثل معظم الجمعيات في العالم فيها برضو موظفين، يعني بيحصلوا على راتب شهري أكثر من 120 شخص، أغلبهم متواجدين في المركز الرئيسي للجمعية مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا. طبعاً القطاعات اللي بتغطيها يعني العضويات في 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 ASHRAE هي قطاعات عريضه، ففي عندنا الاستشاريين، في عندنا المقاولين، في عندنا المصنعين، وكذلك يعني شريحه كبيره من القطاع الحكومي والقطاع الصحي، بالاضافه الى معماريين وطلاب واكاديميين. الشيء يذكر بانه يعني في سنه 2020 ASHRAE تحتفل بمناسبه مرور 125 عام على تاسيسها. حابب أدخل بشوية تفاصيل اللي هي التوزيع الجغرافي. مثل ما ذكرت من شوي، ASHRAE جغرافياً موزعة أو مقسمة إلى 15 منطقة، 12 منطقة منهم منتشرين في أمريكا مع كندا وأمريكا الجنوبية، أرجنتين وبرازيل وبعض الدول في أمريكا الجنوبية، وثلاث مناطق خارج حدود الأمريكتين،
لاحظ عندي مثلا المنطقة رقم 12 region 13 تضم آسيا في الشرق الأقصى منها، وفي فروع في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة وإندونيسيا. ومن حوالي سنتين أو أكثر تم تأسيس المنطقة 14 region 14 تضم يعني حدود أوروبا، وفيها فروع في إنجلترا، إيرلندا، برتغال، إسبانيا، اليونان وفي حوض الدانوب. أما المنطقة الأكبر على الإطلاق في آشري وهو محور حديثنا، ما يسمى بالمنطقة الكبرى أو آشري region at large، وتضم أفريقيا بالكامل والشرق الأوسط وصولاً إلى حدود بنغلاديش. كون هذه المنطقة هي الأكبر على الإطلاق وتضم حالياً 30 فرع وهو أكبر عدد، ويعادل ممكن منطقتين أو ثلاثة أو حتى أربعة من المناطق الموجودة في أمريكا، تم تقسيمها إدارياً إلى منطقتين فرعيتين. ففي عندي رال سبريجن 1 أو المنطقة الفرعية الأولى اللي بتغطي أفريقيا والشرق الأوسط وصولاً إلى باكستان، وبالتالي جميع دولنا العربية تقع ضمن المنطقة الفرعية الأولى ضمن المنطقة الكبرى. وفي عندي المنطقة الفرعية الثانية اللي هي رال سبريجن 2 وتضم الهند، فيها 10 فروع لوحدة، وسريلانكا وبنغلاديش. أيضا أريد التوسع أكثر قليلا في المنطقة الفرعية الأولى، لأنه هذا الأمر سينعكس أيضا عند حديثي عن الشهادات. لاحظ بأنه المنطقة الفرعية الأولى كما ذكرت تنتشر أو حدودها الجغرافية هي عبارة عن أفريقيا والشرق الأوسط، تضم تركيا وباكستان. الدول الملونة باللون الأزرق الغامق يعني أنها تحوي فرع لآشري وربما أكثر. فمثلا باكستان فيها 4 فروع، مصر مثلا في عندي كايرو تشابتر والبيراميدز تشابتر، وهكذا في باقي الدول. فمثلا في عندي فرع في لبنان، فرع في الأردن، في الكويت، بحرين، قطر، الإمارات. ومؤخرا في 2020 تم أيضا الموافقة على افتتاح فرعين إضافيين في المنطقة العربية، هما فرع عمان وفرع ليبيا. طبعا هناك دول أخرى يعني كما هو واضح في الخريطة قدامنا موجودة ضمن المنطقة الكبرى، المنطقة الفرعية الأولى. لاحظ من خلال الأسماء المذكور فيها هون يعني أسماء الفروع، في بعض الفروع قمت يعني تمييزها باللون البني. اللون البني هذا معناه وفق تصنيف البنك الدولي فإن اقتصاد هذه الدول يعتبر اقتصاد ذو دخل محدود أو منخفض. بناء عليه تقوم آشري بتمييز المقيمين في هذه الدول كأعضاء آشري بأنهم بيدفعوا رسوم سنوية أقل من باقي الدول، هي النصف 50%. فمثلا أنا لو مقيم في دول من الدول ذات الاقتصاد ذو دخل مرتفع، فرح أدفع سنويا 220 دولار لو كنت يعني ممبر كامل أو أسوسييت، بينما المقيمين في هذه الدول المظللة باللون البني فرح يدفع نصف القيمة اللي هي 110 دولار. هاي المعلومة خليك محتفظ فيها لأني رح تنعكس فيما بعد عند حساب يعني رسوم الشهادة وأفضلية أنك تكون عضو لحتى تتقدم. طيب رح نبدأ إذن الآن بشهادات جمعية آشري. أنا حابب أبدأ أول شيء بأنواع شهادات جمعية آشري حتى تأخذ فكرة أنه أنا لو حبيت أخذ شهادة فما هي الشهادات اللي ممكن أنا تكون ضمن اختصاصي ضمن صناعة التدفئة والتكييف. ففي عندي أول شيء 6 شهادات أنا بسميها أساسية، يعني شهادات تميز بأنه تنتهي بحرف الـ P أو Professional، يعني بمعنى أنه حامل هذه الشهادة هو شخص محترف متخصص. هاي الشهادة هي تصنف عند آشري بأنها متقدمة، شهادة متقدمة Advanced، ليست سهلة. فالشهادات الستة هي لو بدأنا فيها، في عندك الـ Building Commissioning Professional خاصة من اسمها بالـ Commissioning، كتعريب ممكن نقول تدشين المبنى. فأنت لما بتعمل testing and commissioning إذا عندك هالشهادة فأنت معتمد من قبل جمعية آشري بأنه عندك القدرة المعرفية أو المعارف الكافية على أنك تقوم يعني التستينج والكوميشنينج بشكل جيد. عندي شهادة تانية هي البيلدينج انرجي اسسمنت، من اسمها التقييم للطاقة المستهلكة في هذا المبنى. عندي مبنى بيستهلك طاقة
كتير او قليل طلب مني صاحب المبنى اني انا اعمل تقييم او اسي هالطاقة هي في هالمبنى، فحامل هالشهادة اذا هو معتمد من قبل اشي على ان يقوم بهذا الامر باحترافية. الشهادة الثالثة في عندي هي البيلدينج انرجي موديلينج. موديلينج انرجي موديلينج بمعنى اني انا اقوم برسم البناء او نمذجة البناء على الكمبيوتر بحيث اقدر اقدر كم سيستهلك هذا المبنى من طاقة، سواء مبنى جديد يعني تصميم جديد او مبنى قائم موجود، فممكن انا اعمل له نمذجة او موديلينج وبالتالي اقدر كم استهلاك الطاقة. الشهادة التالية اللي هي High Performance Building Design برضو Professional، بمعنى أني أنا حامل هالشهادة هي شخص محترف في تصميم المباني ذات الأداء العالي، يعني استهلاك طاقة قليل قريب بمعنى المباني الخضراء. الشهادة التالية هي Healthcare Facility Design Professional، من اسمها واضح هذه الشهادة خاصة في تصميم المنشآت الصحية مشافي وغيره. الشهادة الأخيرة والسادسة من الشهادات المتقدمة هي شهادة Operation, Operations and Performance Management Professional، بمعنى واضح برضو من اسمها أنه شهادة متخصصة في إدارة تشغيل المبنى وأداء هذا المبنى. عندي شخص حابب أنه يكون من ضمن إدارة المبنى أو Facility Management، إذا كان حاصل على هالشهادة فيتوقع أنه هذا الشخص عنده قدرة عالية على إدارة المبنى بدون استهلاك طاقة وقدرة على صيانة المبنى وفق المعايير المطلوبة. طيب، في عندي شهادة سابعة تم إضافتها من قبل آشري في النصف الثاني من 2019 فتعتبر شهادة حديثة، هي Certified HVAC Designer، فتصنف من قبل آشري على أنها Moderate certification، فهي ليست بنفس مستوى certification اللي فوق الستة اللي فوق، فموجهة أكثر لأصحاب الخبرة مثلا 4 أو 5 سنوات في مجال تصميم أنظمة التكييف. لو فعلا أنت مصمم خلال حياتك مثلا عدة مشاريع في التدفئة والتكييف فيمكنك التقدم والحصول على هذه الشهادة، ولذلك أنا ميزت عن الشهادات الستة السابقة. طيب، رح نبدأ الآن بالتفصيل بأهمية شهادات آشري. أنا بحب دائماً أبتدأ بالأرقام. فتحت موقع آشري وعملت إحصائية لعدد الشهادات التي قامت جمعية آشري بمنحها خلال يعني الفترة الزمنية السابقة، فوجدت أن آشري منحت 1734 شهادة فقط حتى تاريخ إعداد يعني هذه المحاضرة. 1734 شهادة لا يعني أنه لدينا 1734 شخص يحمل الشهادة، لأنه في أشخاص عندهم شهادتين وثلاثة أو أكثر، وبالتالي بتقدير الشخصي عدد الأشخاص اللي حصلوا على شهادة واحدة أو أكثر يمكن أن يتراوح ما بين 1300 و1400 شخص حول العالم كله، فقط في كل العالم هناك 1300 أو 1400 شخص. هذا معناه المبدئي أنا برأيي يعني نقطتين. النقطة الأولى، نعم شهادة آشري ليست سهلة، وخاصة الشهادات الستة الاحترافية أو المتقدمة. شهادة آشري موجهة لناس فعلا قاموا يعني من خلال حياتهم العملية بدراسة أو تصميم أو العمل على المجال اللي هم بيتقدموا فيه للشهادة. والنقطة الثانية، نتيجة أنه صعوبة ونتيجة أنه تحتاج لقراءة مشاريع يعني كتب وتنفيذ مشاريع كتير، فعدد المتقدمين إليها شيء طبيعي أنه يقل بالمقارنة مع الشهادات العالمية الأخرى. معلومة وصلتني أنه مثلاً شهادة الـ PMP اللي هي خاصة بإدارة المشاريع عدد الحاصلين على هذه الشهادة عالمياً قارب 1,000,000 أو ربما تجاوز. لاحظ الفرق ما بين 1,000,000 شخص وما بين 1,500 أو 1,400 شخص. نفس الكلام ينطبق على شهادة الليد الخاصة بهيئة المباني الخضراء الأمريكية USGBC، عدد اللي حاصلين على هالشهادة سواء بمختلف يعني مستوياتها مئات الآلاف. فنحن هون عم نحكي عن شهادة آشري، شهادة محترفة فعلاً بشكل عالي جداً، لدرجة أنا لما بقول حامل شهادة آشري بيعطي انطباع صريح وواضح أن الشخص هذا اللي قدامي شخص فاهم هذا المجال. كيف موزعين هال 1734؟ كمان رح يعطيك يعني وضوح أكثر
لتوزيع هذه الشهادة. فلاحظ عندي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية في عندي 117 شهادة توزعت، يعني ما يعادل حوالي 75%. شيء طبيعي، الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد آشري ومعاييرها ومراجعها مطبقة في معظم الولايات، يليها كندا ب 159 شهادة، أيضا شيء طبيعي ومتوقع كون أن كندا أيضا تطبق آشري ومعاييرها بشكل كبير، وبالتالي طلب الشهادة راح يكون يعني إلى حد كبير في عليه طلب جيد. لكن الملاحظ مثلا أنه أوروبا من أولها لآخرها فقط 38 شهادة. طبعا قد يكون المبرر أنه أوروبا لها استاندراتها ومعاييرها وعندها مراجعها الخاصة، أكيد هذا أحد الأسباب إذا لم يكن السبب الرئيسي، لكن في نفس الوقت بالرغم من وجود عدة فروع لآشري في أوروبا، فعدد الحاصلين على الشهادة هم فقط يعني لا يتجاوز 40 شخص. المبشر أنه في المنطقة العربية لدينا أرقام جيدة. الإمارات مثلا عدد الحاصلين على الشهادة 65، أو عفوا عدد الشهادات الممنوحة في الإمارات 65 شهادة، يعني 10% من هذه الشهادات هي مع شخص واحد هو ضيفنا الليلة حسن يونس. في عندنا كمان في السعودية عدد جيد اللي هو 14 شهادة، أيضا يعتبر عدد جيد بالمقارنة مع باقي الدول. وفي مصر أيضا لدينا في المركز الثالث على المستوى العربي لدينا 13 شهادة، أيضا عدد جيد. باقي الدول العربية أحصيت لقيت أنه في عندنا حوالي 16 شهادة متوزعين ما بين لبنان وأردن وكويت وقطر وبحرين أعتقد. الجميل في الموضوع على فكرة لو قسمت أنت عدد الشهادات مثلا في دولة الإمارات على عدد السكان، أو خلينا نقول على عدد المهندسين، فستجد أنه نسبة الحاصلين على الشهادة على عدد المهندسين على مستوى العالم كله حتى أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية. هون أنا بدي أعطيك مؤشر على أنه فعلاً في البلدان العربية هون يعني في اهتمام في شهادات آشري، فهذا بيحفزك أكثر على أنك تتقدم وتحصل على هذه الشهادة. طيب راح تتساءل الآن وتقول طيب أنا شو الأهمية وشو بيهمني أنا لو تقدمت وحصلت على هذه الشهادة؟ أنا أجملتهم بثلاث نقاط يعني رئيسية بسيطة، لكن حتى أنا بتمنى من ضيفينا الليلة دكتور أحمد علاء الدين أو حتى حسن لو حبوا يضيفوا على هالنقاط نقاط أخرى من خلال خبرتهم العملية والتعامل مع الشهادات، فيعني أرجو ذلك من كل منهما. النقطة الأولى اللي أنا شايفها أنه ممكن تكون في إلها يعني تعطي أهمية لشهادة آشري، أنه هالشهادة هي تبرز المستوى المعرفي والقدرات التخصصية لحامل هذه الشهادة، مو بس حامل الشهادة، صاحب العمل، المكتب الاستشاري اللي فيه عنده مهندسين يحملون يعني هذه الشهادة. كيف يعني؟ أنا لما بقول معي شهادة مثلاً الكوميشنينج، فهذا بيعطي انطباع صريح وواضح بأنه نتيجة أولاً ذكرت أن الشهادة ما هي سهلة وبتسأل أسئلة على مستوى عالي جداً، فبتعطي انطباع يعني كبير أن هذا الشخص والله لو سلمته مشروع يستلم يعمل فيه تيستينج أند كوميشنينج فرح يعمله المفروض على أكمل وجه. سابقة الأعمال أو البري كواليفيكيشن لا شك بأنه هي مطلوبة والخبرة التراكمية مطلوبة، لكن لما بيكون في أنا عندي جهة ثالثة حيادية مثل آشري بتقولي أن هذا الشخص يحمل شهادة ومعتمد بالنسبة إلي على أنه يقوم بهذا الأداء، فعلى الأقل بيعطيني انطباع صريح وواضح أن هالشخص فعلاً كفؤ أن يعمل هذا الشيء. مو بس الشخص نفسه ولكن صاحب العمل. جاني مثلاً أنا أفترض صاحب مبنى وحابب أني أصممه، فحبيت أعطيه لمكتب استشاري من مشفى مثلاً وراح أعطينا مكتب استشاري. لما المكتب الاستشاري بيقول لي والله أنا عندي مهندس أو أكثر يحملون شهادة Healthcare Facilities Design Professional، فهذا لا شك بيعطيني أنا ارتياح أكبر أني أسلمه المشروع، بالإضافة لسابقة الأعمال أنه والله هو مصمم 5 أو 6 مشافي، شيء جميل. لكن لما بيكون في عنده شخص أصلاً معتمد في هذا المجال من جهة حيادية هي آشري، فهذا بيريحني أكثر أنا كصاحب العمل أو عفواً كصاحب المبنى أني أسلم هذه الجهة تصميم هذا المبنى. نقطة ثانية قريبة إلى حد ما من النقطة الأولى، أني حامل الشهادة بيتميز حتى عن أقرانه على المستوى العالمي. افترض أني أنا
صاحب جهة وحابب أني أعمل مقابلة مع شخصين مشان أوظفهم عندي، وبعمل مثلا أنا في مجال الانيرجي موديلينج أو نمزجة الطاقة. طيب أنا أتقدم الشخص الأول وقال لي أنا بعمل على البرامج الفلانية وأنا اشتغلت عدة مشاريع وممكن تختبرني في البرامج وصممت المبنى الفلاني وعملت نمزج الطاقة للمبنى الفلاني، شيء جميل وهالخبرة التراكمية جميلة. جاني شخص ثاني قال لي نفس الكلام، حتى لو عدد سنين الخبرات عنده أقل أو حتى لو بيشتغل على عدد برامج أقل، ولكن قال لي أنا معي شهادة BEMP أو Building Energy Modeling Professional. أنا بالنسبة لي سأثق في هذا الشخص أكثر لأنه تم اختباره وامتحانه من أشري. هذا الكلام الجميل فيه أنه هو معترف عالميا. حاليا أنا مقيم في الإمارات ومعي مثلا شهادة، فلو انتقلت فيما بعد إلى بلد آخر، إلى مصر أنا معي شهادة عالمية، إلى أوروبا أنا معي شهادة، وهكذا إلى أمريكا كندا أنا معي هذه الشهادة. فدائما هذا الانطباع موجود ومخلوق عند الآخرين بإني عندي الكفاءة اللازمة لتحقيق المهمة المطلوبة. نقطة ثالثة كمان أراها من وجهة نظري، أنه افترض مثلا عندك صاحب مبنى ويرغب بتسليم جهة لإدارة هذا المبنى Facility Management، وهل Facility Management هدول أو إدارة المبنى هي عندهم أشخاص يحملون شهادات من أشري، ولتكن شهادة Operations and Performance Management Professional. طب ما هذا بيعطي ثقة لصاحب المبنى بأنه هالجهة هي ستقوم بتشغيل المبنى وصيانته على أكمل وجه. أكرر للمرة الثالثة، سابقة الأعمال مطلوبة. أنا لا أنفي أنه يعني مجرد حصولك على الشهادة يعني أنه خلص أنا أتميت يعني بالمعلومات على أكمل وجه، لا، أنا عندي خبرة متراكمة لعدة سنوات، لكن وجود الشهادة بيعطي انطباع وبيخلق ثقة قدام الآخرين أني أخي أنا عندي المعرفة الكافية لإدارة هذا المجال. الآن أنتقل إلى نقطة أخرى وهي شروط التقدم لأي شهادة، أيضا يعني أجملتهم بنقاط بسيطة جدا حتى ما نطول عليكم. النقطة الأولى أنه بإمكانك الاطلاع على كامل التفاصيل من خلال ما يسمى بكتيب دليل المتقدم أو Candidate Guidebook، عبارة عن كتيب مجاني بإمكانك تعمل له تحميل من خلال موقع أشري. لكل شهادة في كتيب، وبالتالي كل كتيب مختلف عن الآخر. أنت حابب أنك تتقدم لشهادة معينة، بعمل تحميل لهالكتيب هذا وبقرأ عدد صفحاته بحدود 20-25 صفحة، أعتقد باستثناء الكوميشنينج، شهادة الكوميشنينج يوصل حوالي 70 صفحة. لازم تقرأ من الغلاف للغلاف لأنه كل كلمة مكتوبة في هذا الكتيب مدروسة ويجب عليك الاطلاع عليها، فيها شروط وفيها يعني ما هي الحالات المطلوبة وفيها حتى نموذج الامتحان، شو طبيعة الأسئلة اللي راح تجيك وتفصيلة العلامات على الأسئلة. تختلف الشروط من شهادة لأخرى، كون أنك أنت تحقق الشروط والمؤهلات المطلوبة لشهادة معينة ليس معناه بأنك قادر على التقدم لأي شهادة. مثلا شهادة الكوميشنينج بيطلب منك أنك تكون عملت كوميشنينج لثلاث مباني مثلا، طبعا بالإضافة لشروط أخرى، درجتك العلمية وعدد سنوات الخبرة تمام، لكن هذا ليس معناه أنت اشتغلت في مجال الكوميشنينج معناه أنك بإمكانك وحصلت على هذه الشهادة بإمكانك تقدم مثلا للحصول على شهادة تصميم المنشآت الصحية Healthcare Facilities Design Professional، لا، لأنك كمان لازم تبرز بأنك اشتغلت في تصميم المشافي، وبيطلب منك موقع أشري أنك تذكر شخص مرجعي آخر بحيث تحط تفاصيل التواصل معه وربما تتواصل معه لتتأكد من أنه فعلاً أنت المؤهلات اللي ذكرتها هي مؤهلات صحيحة أم لا. شهادة أشري يعني عندها ثقة في الأعضاء أو المتقدمين، لكن هذا لا ينفي أنه ممكن تختار عينة عشوائية من مبدأ التحقق من الجودة أو الكواليتي أشورانس. يتم مراجعة الطلب من قبل لجنة من أشري بعد ما تقدم الطلب. ليس بالضرورة أنه طلبك يتوافق عليه، رح يتأكدوا فعلا من أنه ملفك هذا مطابق لمعايير الأهلية، وعلى أساسه بيخبروك بعد فترة بأنه أنت بحق لك التقدم للامتحان أو لا. أحد الأسئلة المتكررة اللي بتجيني رسوم الامتحان، فحبيت أجملها في يعني
هذه الليلة وأبرز لك أهمية الانضمام وتكون عضو في أشري إذا كنت ناوي أنك تقدم للحصول على الشهادة. أولاً رسوم الامتحان أول مرة، أنا حابب أني أتقدم للحصول على هذه الشهادة فعلي أن أدفع رسوم. الرسوم كما واضح أمامكم بالنسبة لأعضاء أشري $395، بالنسبة لغير الأعضاء $545. الأرقام المذكورة ليس لها علاقة بكونك من الدول التي مصنف اقتصادها على أنه ذو دخل محدود وفقاً للبنك الدولي، لا، الرقم هنا ثابت. الرسوم السنوية نعم تتغير حسب اقتصاد البلد، لكن رسوم التسجيل في الامتحان ثابت ولا يتغير. لاحظ الفرق ما بين رسوم العضو وغير العضو $150. فإذا علمت بأنه بالنسبة للدول ذات الاقتصاد الدخل المحدود هي $110 فقط، ف $110 أقل من الفرق ما بين رسوم العضو وغير العضو اللي هي $150. فحكما إذا كنت ناوي تقدم للحصول على هذه الشهادة وكنت تقع ومقيم في هذه الدول، فحكما لازم تتقدم لعضوية أشري، يعني أوفر لك تقدم عضوية أشري بتحصل عليها 15 دقيقة ممكن أونلاين تحصل عليها، شروطها جدا بسيطة. بعد ما تحصل على عضوية أشري مباشرة ممكن تقدم ملفك للحصول على الشهادة. طيب والسؤال، إذا كنت أنا مقيم في الدول ذات الاقتصاد ذو الدخل المرتفع، طيب الدفع الرسوم هو عبارة عن $220، يعني أكثر من $150. رح أقول لك حتى في هذه الحالة أنت رح تكسب. طبعا أنا أتكلم بطريقة مادية بحتة عدا عن الفوائد التي ستحصل عليها كونك عضو أشري، لكن أنا بقصد حتى لو حسبتها بشكل مادي فشيء طبيعي أن تتقدم لعضوية أشري وتحصل على العضوية ومن ثم تتقدم للحصول على الشهادة. رسوم إعادة الامتحان في حال فشلت في المرة الأولى فأيضا عليك دفع رسوم، ليست بنفس قيمة الرسوم في حال تقدمت لأول مرة، لكن هناك رسوم مدفوعة تقريبا رسوم. بالنسبة للأعضاء 175، بالنسبة لغير الأعضاء 225، الفرق بينهما $50. ولذلك أنت الأضمن لك مرة أخرى بمنطق مادي بحت أنك تحصل على عضوية أشري سواء كنت تقع أو مقيم في دول ذات اقتصاد منخفض يعني الدخل أو مرتفع الدخل، بأخذ عضوية أشري وبتقدم يعني للحصول على الشهادة مباشرة. في عندي كمان رسوم تجديد الشهادة لحتى تقدر تستمر في أنك تكون سيرتيفايد من أشري، فلازم تجدد الشهادة. التجديد يحصل كل 3 سنوات وسنتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل. في شهر ديسمبر كانون الأول من السنة الثالثة من حصولك على الشهادة عليك أن تدفع $195 إذا كنت عضو و $295 لغير الأعضاء، الفرق برضو $100. الآن نأتي إلى نقطة الطلب، كيف أقوم بالتقدم يعني لطلب أنه أحصل على الشهادة أو الطلب الدخول الامتحان. الخطوات سهلة وواضحة. رقم واحد، دائماً أنا أقول تحميل كتيب دليل المتقدم أو الكانديديت جايد بوك مجاني، حمله تقرأ بالكامل وتتحقق. رقم اثنين، من معايير الأهلية اللي موجودة عندك، هل أنت فعلاً قادر على أنك تقدم هالامتحان ولا لا؟ أنت أكثر واحد قادر على يعني توصيف نفسك، لأنه إذا تقدمت وتم مراجعة ملفك وتبين لدى اللجنة بأنك غير كفء فأنت تتحمل مسؤولية أنه أنت دخلت المعلومات خاطئة أو قدرت نفسك بشكل خاطئ. نقطة هامة جدا 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 بالنسبة أنك ناطقين باللغة العربية وتعتبر لغتنا العربية هي اللغة الأساسية الأم وليست اللغة الإنجليزية، هي أنك بإمكانك الحصول على نصف ساعة إضافية، مدة الامتحان 2.5 ساعة. مجرد غير ناطق باللغة الإنجليزية كلغة أم أو لغة أساسية يحق لك الحصول على نصف ساعة. فلذلك يعني نصيحة لجميع الحضور حاليا، يعني لا تتوانى في طلب هذه النصف ساعة الإضافية. أثناء تقديمك للطلب بيطلب منك هل أنت ناطق كلغة أساسية رئيسية باللغة الإنجليزية، بتقول له لا، بيطلب منك تحديد شخص مرجعي ممكن لو سأله أنه فعلاً أنت كمتقدم ناطق بلغة غير الإنجليزية أساسية يقول نعم. الخطوة الرابعة، تنتظر الموافقة على الطلب. الموضوع ممكن يأخذ عدة أيام، أسبوع أحياناً أكثر حسب يعني الوضع.
مجرد اجاك الايميل البريد الالكتروني من لجنه اشري بالموافقه على الطلب راح يطلب منك تحديد تاريخ الامتحان، طبعا عن طريق مركز موجود في يعني بلدك او مو ضروري في كل البلدان، طبعا هذا المركز ليس اشري، عاده اشري تتعاون مع مراكز عالميه متخصصه في الامتحانات لتقديم خدمه الامتحان. طبعا الامتحان راح يكون اونلاين على كمبيوتر يعني. فأنت المفروض تحدد تاريخ الامتحان، كيف بحدده؟ بيطلب منك أشري أو حتى المركز نفسه أنك تحدد الامتحان بتاريخ لا يقل عن أسبوعين من لحظة إرسالك للإيميل. يعني افترض أنه أنت إجتك الموافقة من أشري فأردت أنك ترسل إيميلك في 1 مايو شهر 5، إذا بدك تبعت إيميلك في 1 مايو وتحدد 3 تواريخ، فهالثلاث تواريخ لازم أن تكون بعد أسبوعين من 1 مايو، يعني مثلا في 16 مايو و18 مايو و20 مايو، تختار 3 تواريخ على أن لا يكون من أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية. فبعد ما بتقدم أنت مقترحاتك الثلاثة بيجيك الرد من مركز الامتحانات أنه هالتاريخ هذا مثلا متاح، حددنا لك الامتحان في التاريخ والساعة الفلانية، اتفضل لعنا لحتى تمتحن نفسك. الموضوع فيه شوية مرونة لأنه قبل بيومين عمل بإمكانك ترجع تغير التاريخ من غير ما تدفع أي رسوم إضافية. أحد أكثر الأسئلة المتكررة أيضاً علامة النجاح، ماذا عن علامة النجاح لشهادات أشري؟ وبالمناسبة تختلف علامة النجاح من شهادة إلى أخرى. فلاحظ مثلاً بالنسبة لعلامة نجاح شهادة البيلدينج كوميشنينج بروفيشنال هي 83 علامة من 120، وهي الوحيدة من 120، وهالعلامات هي أنا حصلت عليها من موقع أشري، وأعتقد أنها قد تختلف من سنة لأخرى حسب حاجة أشري للمتقدمين أنه يحصلوا على شهادات، يعني مثلاً هالبلد يحتاج شهادات أكثر أو بشكل عام عالمياً نحتاج الحصول على هذه الشهادة بشكل أكثر نتيجة الطلب المتزايد عليها، فممكن يتساهلوا شوي وهكذا. بينما مثلا شهادة البيلدينج انرجي اسسمنت بتحتاج 60 علامة، انرجي موديلينج 67 علامة، الهاي بيرفورمانس بيلدينج ديزاين 60 علامة. طب 60 علامة حلو، يعني انا مجرد اني احصل على 60 علامة راح انجح؟ نعم. على فكرة كون انه العلامة اقل لا يعني انه الامتحان اسهل، انتظر سترى المفاجأة بعد قليل. عندك الهيلث كير فاسيليتي ديزاين بروفيشنال برضه 75 علامة، تقريبا اعلى علامة على الاطلاق، كون هي اعلى علامه لا يعني انه هي اصعب امتحان. Operations Performance and Management Professional 65 علامه، واخيرا السيرتيفايد اتش بي اس ديزاينر 70 علامه. طيب ما هو يعني النقطه او المعدل الاخر اللي حابب انك تاخذ فكره عنه؟ ما يسمى بمعدل النجاح. علامه النجاح كم علامه علي انا كمتقدم ان احصل لحتى اتجاوز الامتحان واكون ناجح؟ واضح من خلال هذا الجدول. لكن معدل النجاح حصلت على هذه المعلومات أيضا من خلال موقع أشري ومتابعة تاريخ شهر 1 يناير يعني 2019 آخر مرة تم التحديث عليها، فكانت النتائج كالتالي: شهادة البيلدينج كوميشنينج 69%، كل 100 شخص 69 بينجحوا و 31 بيفشلوا في الامتحان. شهادة الانرجي اسسمنت 76%، شهادة الانرجي موديلينج 64%، شهادة الهاي بيرفورمانس بيلدينج 59%. بالرغم من انه علامة النجاح لهذه الشهادة قليلة نسبيا بالمقارنة مع البقية، فقط 60، يعني لو اجبت فقط على 60 سؤال صح راح تنجح، مع ذلك نسبة النجاح فيها تبين انه هي قليلة، اقل من 60%. في المقابل شهادة مثل الهيلث كير فاسيليتي ديزاين بروفيشنال نسبة النجاح فيها أو نسبة يعني معدل النجاح فيها 80%، من كل 5 أشخاص في 4 بينجحوا وواحد فقط بيفشل، بالرغم من أنه علامة النجاح إليها مرتفعة. إذا ما في رابط ما بين علامة النجاح وصعوبة الشهادة نفسها. طبعا هذا ليس معناه أنه كون أنه هذه الشهادة سهلة إذا سأبدأ بهذه الشهادة. برجع بقول لك يجب أن يكون عندك يعني القدرة المعرفية والخبرة التراكمية على مدى عدة سنوات حتى تقدر تقدم على هذه الشهادة وتنجح فيها. شهادة الـ Operations Performance and Management Professional 49%، أيضا لاحظ نسبة نجاح فيها أقل من 50%، نسبة منخفضة جدا بالرغم من أنه علامة النجاح تقريبا متوسطة. شهادة الـ CHD كون أنه شهادة جديدة فلم يتم تسجيل إلى معدل نجاح مؤخرا. بالمناسبة لحد هذه اللحظة اللي عم نذكر فيها يعني هالمعلومات، شهادة الـ CHD
حصل عليها يعني 41 شخص فقط حول العالم كله. بالنسبة لتجديد الشهادة فكل 3 سنوات مطلوب منك كحاصل على شهادة في شهر ديسمبر أنك تجدد هذه عن طريق دفع رسوم زائد تحقيق ما يسمى بساعات التطوير، عدد معين من ساعات التطوير أو ما يسمى بالـ Professional Development Hours، 45 ساعة لأغلب الشهادات على ما أعتقد كان بالنسبة للكوميشنينج 50 ساعة. طب شو المقصود بالـ Professional Development Hours وليش أشري بتطلب مني تحقيق هذا العدد؟ أشري بتطلب أو حابة تتأكد أنه أنت فعلاً بتطور من نفسك بعد حصولك على الشهادة. مجرد حصلت على الشهادة هذا مش معناه أنك والله مع مرور الوقت أنت كفؤ لأنك تكون قادر على تكون حامل خلينا نقول هذا اللقب، لكن إذا أثبتت أنك بتطور من نفسك من خلال حضور مؤتمرات، كورسات، دورات تدريبية، ورشات عمل، هذا مؤشر إلى حد ما أنك فعلاً قريب من هذه الصناعة وتقوم بتطوير نفسك فتستحق أنك تجدد الشهادة. عن طريق كيف يتم اعتبار ساعات التطوير؟ حضور تدريبية أو ورشات عمل بشرط أن تكون معتمدة، مثلاً دورة تدريبية كورس لآشري أونلاين أو حتى كورس مباشر، والنفرض كان كورس لمدة يوم كامل فبتحصل على 6 أو 8 ساعات تطوير بتضيف هذا الرصيد تبعك. ورشة عمل كمان كم هم بيقدروا عدد الساعات اللي راح المكافئة اللي راح تنحسب لك بشرط تكون معتمدة. ما بيكفي إنه والله تروح لأي مركز أو معهد تدريبي تقول لهم يا جماعة أنا درسوني شيء بمجال مثلا الانرجي موديلنج، لا هذا غير كافي، يجب أن تكون يعني هالدورة هي معتمدة من قبل أشري. ممكن أيضا حضور اجتماعات أو مؤتمرات خاصة بأشري، عندك مثلا المؤتمر السنوي لأشري اللي اسمه الانوال كونفرنس أو الانوال ميتينج، فأشري بتشوف أنه من مجرد أنك سجلت في هذا المؤتمر وحضرته مؤشر إلى حد ما أنك أنت مهتم وقريب من هذه الصناعة فبتحصل لك على كم ساعة. أيضا لو نشرت مقال ممكن في مجلة أشري نفسها أو حتى مقالة علمية أو ورقة علمية أو حتى كتاب فبتحصل أيضا على ساعات تطوير. بتمنى من ضيوفنا الأعزاء لو حابين يضيفوا شيء من إضافي يعني من حيث ساعات التطوير يذكروها، علما أنك لو رجعتوا للكانديديت جايد بوك فراح تلاحظوا أنه في تفاصيل أكثر كمان ممكن من خلالها أنك تحصل على ساعات التطوير. حاولت أختصر وأسرع قدر الإمكان لحتى أساوي الجلسة هي أو الأمسية هي خفيفة بشكل يعني قدر الإمكان. نفتح الآن يعني مجال الأسئلة لكم، أتمنى ذكر السؤال باللغة العربية وتوجيهه للشخص اللي أنت تراه مناسب، سواء دكتور أحمد علاء الدين المدير الإقليمي لأشري المنطقة الكبرى أو حتى للمهندس حسن يونس بحكم أنه عنده يعني يحمل كامل الشهادات 7، لو حبيتوا تطرحوا السؤال بالنسبة إلي. أستأذن ضيوفنا الأكارم دكتور أحمد ومهندس حسن لو سمحتوا تشغلوا عندكم الكاميرا وتفتحوا المايك. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يسعد مساكم، مساء الخير، بصراحة ما بعرف أقولكم مساء الخير أو تصبحوا على خير، بعتذر منكم أنه يعني طلبناكم في هالوقت المتأخر، حالياً الساعة حوالي 10:30 بتوقيت الإمارات ليلاً، لكن حاولنا أنه يعني أكبر عدد ممكن من المنطقة العربية أنه يشوفوا هذه الأمسية فاخترنا هذا الوقت. دكتور أحمد علاء الدين هو المدير الإقليمي لأشري المنطقة الكبرى أو الـ DRC Director and Regional Chair في الأشري Region at Large، الأب الروحي لأشري في المنطقة الكبرى. بالنسبة للحضور أعتقد فرصة يعني كبيرة جدا، وقد يمكن أول مرة بتحصل أنه راح نجمع كل هالعدد الكبير مع دكتور أحمد. لو عندكم أي استفسارات طبعا فيما يخص الشهادة أو بشكل عام فيما يخص أشري، فأقدر شخص على أنه يجاوبكم في هذا الموضوع هو الدكتور أحمد علاء الدين. حسن يونس الشاب الأنيق وهو رئيس فرع أشري فالكون في الإمارات العربية المتحدة، بسم الله ما شاء الله حاصل على الشهادات 7 وهو الشخص الوحيد في العالم اللي حصل على الشهادات 7 من أشري
ايضا فرصه يعني نادره جدا للي حابين يطرحوا اي اسئله في مجال الشهادات، فممكن يطرحوها على حسن، وحسن ان شاء الله سيكون اقدر شخص على انه يجاوبكم في هذا الموضوع. يلا نبدا الاسئله. دكتور احمد، في البدايه حابب اسالك بموضوع الشهادات. انا حابب تجاوبني على مستوى صاحب عمل، من وجهة نظر صاحب عمل، كونك صاحب عمل في النهاية، ومن وجهة نظر أيضا عضو آشري والمدير الإقليمي للمنطقة الكبرى في آشري، كيف ترى أهمية هذه الشهادة؟ هل ترى هناك تمايز فعلا بين الشخص اللي عنده شهادة من الشخص اللي ما عنده شهادة؟ أرجو طرح وجهة نظرك من خلال يعني مثل ما بيقولوا عينتين، كصاحب عمل وكعضو آشري والمدير الإقليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً بحيي الحضور ونشكرهم على حضورهم، بحييك أسامة ومحمد وحسن، أتاحت لنا الفرصة دي نكون مع الشباب في الأمسية الرمضانية. كل عام والجميع بخير إن شاء الله يا رب. نسأل الله جميعاً كله يكون بصحة وعافية ونطلع من أزمة كورونا دي على خير، وإن كانت أزمة كورونا أتاحت لنا الفرصة إن احنا نتشوف جميعاً. يعني أعتقد لو حبينا نعمل حلقة أو جلسة في كل الدول العربية مش هنعرف نلم الناس أو نجمع الإخوة كلهم والزملاء والزميلات في آن واحد يعني. فكل شيء له مضره وحسناته. سؤالك الحقيقة هجاوبه من ثلاث أوجه. الوجه الأول هتكلم من جانب صاحب عمل زي ما تفضلت. كصاحب عمل أكيد لما يجي لي مهندس، يتقدم لي مهندس للعمل، وأنا عندي في العمل عدة أوجه يعني ديزاين وكونتراكتنج وغيره، لما يجي يتقدم لي بالعمل ويقول لي أنا معايا شهادات أشري، واحد تاني وعنده خبرات وما عندوش شهادات أشري، هي تشبه بالضبط لو منكم من يعمل في مجال الهندسي وجالك واحد فورمان عنده خبرات طويلة جدا بس هو لم يدرس، هو عنده خبرات ولكنه الحرفة الفنية العلمية مش موجودة عنده. اللي حاصل على الشهادة هو بروفيشنال. لو شفتوا أسامة هو بيعرض السلايدز بتاعته أو العرض اللي عرضه منذ قليل بيتكلم عن اسمها بروفيشنال، اللي هو أنت محترف. فأنا بالتأكيد هذهب لهذا المحترف، لأنه إضافة لي كمان من جانب آخر. أولاً أنا مطمئن عندما أوكل له العمل لأنه هيقوم به بشكل جيد. الجانب الآخر أنا في البروفايل أو السي في أو السيرة الذاتية للشركة لما نقدمها أقول أن أنا عندي مهندس يحمل هذه الشهادة، ده بيعطي طمأنينة للعميل. العميل اللي بتعامل معاه أنا اللي هو صاحب البناية أو صاحب المشروع هيحدث عنده نوع من الطمأنينة، أنه عارف أن أنا موظف عندي أو وظفت عندي ناس محترفة وتحمل شهادة من أشري. والحقيقة أشري يعني أكيد الجميع يعرف يعني هي تريد مارك أو مارك يعني علامة مسجلة. عندما نتكلم في مجال التكييف والتبريد والتدفئة فهي يعني علامة مسجلة تكاد تكون رقم واحد في العالم، مش بس في أمريكا، لأنه أسامة هو بيعرض طبعا لما شفنا النسب المهندسين صح في أمريكا عشان هي بلد المنشأ، لكن هي منذ سنوات وأنا باعتباري يعني عضو في مجلس الإدارة أو member of board في أمريكا، منذ سنوات أشري توجهت للتوجه الخارجي globalizing يعني أو to be global أو أنها تبقى متاحة للجميع. العولمة. أيوة أشكرك، معلش أنا في بعض هتواجهني بعض العثرات في اللغة العربية، ما عشق اللغة العربية طبعا يعني، وإحنا كلنا عرب الحمد لله. لكن ده جانب، الجانب الأول إنه هو كصاحب عمل. لا أنا 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 يهمني إنه أعين الشخص اللي عنده الشهادة، هيفرق معايا أنا كعمل اطمئنانية للعمل وإنه سيؤدى بنجاح، كمان هيفرق معايا أنا نوع من التسويق ليا عندما أقدم لي صاحب المبنى أو المشروع وأقول له أنا عندي مهندس أو اثنين أو ثلاثة عندهم شهادات، دي بتخليه يعني مباشرة هيضعني في مرتبة غير في تقييمه. الجانب الآخر كأشري ممبر، كعضو أشري وكرئيس للمنطقة مدير إقليمي زي ما تفضل أسامة وقال لحضراتكم، وكمان كعضو في مجلس الإدارة في أمريكا، أنه إحنا الحقيقة أشري كمنظومة هي غير ربحية وكلكم تعرفوا هذا الأمر، توجهها كله في الأبحاث والبحوث العلمية وتوجه لتثقيف ونقل العلم من أصوله
للأعضاء. إحنا جمعية مبنية على الأعضاء، حتى بيسموها بالإنجليزي جراس روتس، يعني أنت بتشتغل على القاعدة وليست جمعية، لأن في جمعيات الحقيقة بتتعامل مع شركات، إحنا لا نتعامل مع شركات، نتعامل مع الأفراد. فهدفنا الرئيسي دائما هو الفرد. وطبعا أسامة في عرضه لم يعرض لكم أشر، لأنه هيبقى الحقيقة عرض مطول جدا ونعمله مرة تانية إن شاء الله. إن إحنا عندنا في القمة لما بنعمل الهرم التسلسلي، الهيراركي زي ما بنسميها كده بالانجليزي، اللي هو الهرم التسلسلي، في بنحط الاعضاء في القمه ثم ياتي مجلس الاداره والبورد اوف دايركتورز تحتيها. فاحنا القمه عندنا هو الاعضاء. فتخيل ان كل شغلنا الشاغل كيف نخدم العضو. فعشان نخدم العضو، والعضو هو سيخدم المجتمع، يعني هي معادله تبادليه. كل واحد فيكم لما بيبقى مثقف صح يبقى هيأدي دوره صح، هيخدم مجتمعه، هيخدم شركته، هيخدم مجتمعه، هيخدم بلده او البلد التي يعمل فيها. فاشري ده هدف استراتيجي بالنسبه لنا، تعليم الناس. الشهادات للاسف ما فيش فيها كتير، بس احنا عندنا جانب اخر من الموضوع، بندي دورات تدريبيه متعدده في مختلف الامور. وانا هترك لحسن ان شاء الله في لما ياخد دوره انه يشرح لنا هل بتخدم هذه الدورات المختلفه في التصميم وفي الانرجي مود. انا جمود اللي جاي، بس معلش اتسمت نمزجت المباني، يعني الحاجات دي كلها. خلي برضو حسن يضيفها لكم، لانه الحقيقه انا يعني بشكر وجود حسن معانا. حسن هو يعني ابني الكبير في اشري هنا، وهو رئيس الفرع، وانا بفتخر بيه الحقيقه، لانه عنده السبع شهادات. هو حاليا الوحيد، يعني لحد منذ شهور قليله كان في مجموعه يتعدوا على اصابع اليد، اليدين، عشان ابقى صحيح واضح، يعني على اصابع اليدين اللي عندهم الست شهادات. لما ضافوا الشهاده السابعه فهو حسن هو الوحيد دلوقتي فعليا يعني. فده شيء طبعا حقيقه اضافه. انا اعتقد ان اتمنى ان الاخوه او الاخوات المشاركين يسالوا اي اسئله لحسن فيها. فانا هترك لحسن اضافه مدى افاده الدورات التدريبيه العاديه بقى، مش يعني اللي بتعملها اشري بشكل عام. واضيف لكم ان احنا كمنطقه الكبرى هنا عندنا فرع الاشري، فرع تدريبي، هو اسمه المركز التدريبي في دبي لخدمة الدول العربية والمنطقة. ده إن شاء الله خدنا قرار من يومين، كان عندنا اجتماع إنه هنعمل الكورسات أو الدورات التدريبية في مختلف المواضيع، يعني هتكون عبر الأثير وعبر الفيرشوال، يعني من خلال، وهتكون أسعارها كمان جيدة جدا إن شاء الله، وهنخبركم بها لاحقا. بس هتبدأ من أول يوليو، لأنه عندنا في شهر 6 كما تفضل أسامة عندنا الانوال ميتنج أو الاجتماع السنوي. احنا عندنا اجتماعين حقيقة رئيسيين، الوينتر ميتنج أو الاجتماع الشتوي، وده بيكون في يناير، ويصاحبه دائما معرض كبير جدا، من أكبر معارض العالم في مجال التكييف اللي هو الـ HR Expo، ومعرض الانوال وسوري واجتماع صيفي أو الانوال، ده بيكون في شهر يونيو. فاحنا نظرا لعدم تمكننا من السفر فهنعمله برضو اونلاين او على عبر الموبايلات وعبر الاثير، بس هيكون طويل شويه، فهياخد وقت عده اسابيع. هو كان طبيعي بيبقى اسبوع واحد او ست ايام كل الاجتماعات، ومن ضمنها هيكون اجتماعات اللجان الفنيه اللي اتمنى عليكم انكم تحضروها. في عندنا 120 لجنه فنيه الحقيقه متخصصه في كافه الافرع، دي هتفيد الكل بشكل كبير جدا. مش عايز اخوض اكبر، لانه لو توسعت في الكلام الامر سيطول بينا، واحنا مش عايزين نطول عليكم ليله وتريه، عشان بعد ما نخلص ان شاء الله كله اللي عايز يصلي واللي عايز ينام وكذا يعني. فبالتالي اجابتي على السؤال هلخصها، نعم كصاحب عمل هي اضافه كبيره ليا كاطمئنان، ليا كبروفايل او كسيره ذاتيه للشركه، كاشري زي ما قلت لحضراتكم نحن نعمل جاهدين كمجلس إدارة وكمسؤولين وكموظفين إن إحنا ندعم كل مهندس هو عضو في هذه الجمعية. أسامة، بتشكرك كثير دكتور أحمد. طيب سؤالنا هلا لحسن. حسن، كونك حامل سبع شهادات، طبعا لو لاحظت أنا أثناء عرضي تجنبت إني أذكر كيفية التحضير للشهادة نفسها، لأني أنا شخصياً ما بعرف إذا أنت بتأيدني أو بتعارضني بهالنقطة. أنا بجد أنه الموضوع مو ببساطة أني أفتح كتاب وأقرأ مثل بعض الشهادات الأخرى، يعني مثلاً الليد عبارة عن كتاب بتقرأ، وهذا ليس تقليل من شهادة ليد، بس عبارة عن كتاب واحد قرأته مثلاً 200 صفحة، حفظت المعلومات اللي فيه، قدمته تنجح.
إلى حد ما هذا الكلام مثلا ينطبق على الـ PMP، لكن في شهادات الأشري لا، الموضوع مختلف. كونك حاصل على هالعدد من الشهادات، شو بتنصح الشباب اللي حابين يتقدموا في الحصول على هالشهادة؟ كيف يدرس للموضوع وكيف ينظم وقته؟ وهل ممكن من خلال قراءة كتاب ولا اثنين، ولا الموضوع انت شايفه بيحتاج؟ السلام عليكم ورمضان كريم، ان شاء الله تكونوا الجميع بخير. شكرا جميعا على الفرصة، وشكرا انه اعتنق في اقبال على شهادات اشري والمحاضرة هذه. شوف اسامة، يعني كل شهادة تقريبا الى نكهة خاصة. انا بيرسونال لك، يعني لما الشهادات بلشت تقريبا باصعب وحده اللي هي الاتش بي دي بي، هاي بيرفورمانس بيلدينج ديزاين بروفيشنال. هي كانت المتاحه والهيلث كير فاسيليتي ديزاين بروفيشنال، فواحده كانت على المستشفيات وواحده كانت على الجرين بيلدينجز، المباني الخضراء. فانا كنت عم اشتغل بالمباني الخضراء وحسيت انه هيدي الشهاده تطابق للي انا عم اشتغله حاليا. يعني ليه انا بدي اشتغل، ليه بدي اقدم على شهادات مستشفيات وانا حاليا ما عم اشتغل بمستشفى؟ فقلت انا حبلش بالهاي بيرفورمانس بيلدينج. فانت خبرتك وشغلك بيحدد لك شو التوجه وشو الطريق اللي حتروح فيه. فانا ابتديت فيها، وطبعا كونه اول شهاده وفيها، اذا بتطلع على الكانديديت هاند بوك بتلاقي انه الريفرنسز او الكتب اللي لازم تقراها هي اكثر شيء. يعني عندك كميه references وكتب وpublications لازم انت تقراها كتير ضخمة. فانا فعلا، وهيدا اللي حلو فيه للشهادات اشري، انه فعلا انت لازم تقرأ هيدا الكتب لانه انت تستفيد. يعني انت ممكن تروح تعمل exam مش تقراها كلها، بس انا بنصح انه لا، اقرأ هيدا الكتب لانه فرصة كتير منيحة كرمال انت تجبر حالك اصلا تقرأ هيدا الكتب. فعندك الـ HBDP كانت بحسة من الأصعب كتحضير وليس كإجزام. يعني التست منه كتير صعب، تمام، بس لازم تكون محضر. يعني ما فيك تروح أنه ما حضرت أبداً وما عندك الخبرة وتروح تعمل الامتحان. طبعاً من بعد ما أخذت أنا الشهادة صارت أنه فهمت أكثر تقريباً شو بيجي بالامتحان وكيف بيكون أسلوب الامتحان. فالشهادات الثانية صارت أسهل بالنسبة لي. فأول شهادة بتاخدها بتكون تقريباً هي الأصعب، لأنه معنوياً أنت بتكون مش عارف لوين رايح، مش عارف كيف حيجي تجي الأسئلة، فبكون في هذا حاجز الخوف تتخطاه. طبعاً أنا بنصح إذا أنت عم تشتغل بهذه الشغلة ثابر فيها وكمل بالشهادة. يعني ما تروح تشتغل مثلاً operational maintenance وأنت ما عم تدخل بهذا الموضوع أصلاً، يعني ما عم تعمل صيانة، شو بدك بالـ OPMP؟ انا شخصيا ليه دخلت فيهم كلهم؟ لانه فعلا يعني بلشت بالجرين بيلدينج، بعدين رحت على انرجي اوديتس، خدنا البيلدينج انرجي اسسمنت بروفيشنال، وبنفس الوقت انه كنت اخذت الكورس السي ام، فكانت بالنسبه لي ما بدي دراسه. يعني درست لشغلي لشهاده مشابهه لها، ورحت عملت الامتحان تقريبا ما درست ابدا. يعني رحت بعدين مثلا صار عندنا شغل بمستشفى، كملت على المستشفيات، صار عندنا شغل بحكم شركتنا واشتغلنا بموضوع الانرجي اوديتس، وحنطلع بالمينتنس كمان، ودخلنا بمحطات التبريد وكيف المينتنس، توجهت للاوبريشن اند مينتنس. فهي تقريبا الشغل اللي هو اللي وجهني لاي شهاده روح فيها. طبعا الكانديديت هاند بوك، دليل المستخدم اللي ممكن نقول عنه، هو اهم شيء. لازم تقرا وتفهم هن عن شو حيسالوك. يعني هو باخر الكانديديت هاند بوك هتلاقي فيه مثل جدول بيقول لك نحن حنسألك عن المواضيع الفلانية. فأنت لازم تفهم أنه أنت فعلا تفهم بهالقصص، عارف بهالقصص قبل ما تروح على الامتحان. وطبعا المفيد حاليا، هلأ قبل ما كانت صراحة على وقت لما أخذت أنا ما كان في كتير اللي هن practice exams. حاليا فيك تنزل من الويب سايت تبع أشري بعض الأسئلة اللي هي 20-30 سؤال depending على الشهادة، وتعطيك تقريبا مثل طمأنينة انه انا حقدر انجح ولا ما حقدر انجح. اذا طبعا انت اخذت يعني معدل عالي على السامبل اكزام، ممكن تتأكد انه تقريبا في يعني ارجحية عالية انه تاخذ الشهادة وتقطع الاكزام. هلا بدي تزيد شغلي كمان على اللي قاله دكتور علاء، اللي هي انه انت شو بتستفيد من الشهادة. في افادات تانية اللي هي ما
مثلا احنا بالامارات انا كنت وظبط على الموضوع انه تكلمت مع حكومة دبي انه مش بس السيرتيفايد انرجي مانجر تكون مطلوبة لواحد يفتح شركة اللي هن بيسموه الاسكو او شركة خدمات الطاقة، فزدنا البي اي بي صارت واحدة من الشهادات المطلوبة مثلا. فعندك انه في بعض الشغل بعد يعني الشركات تتطلب تفتح اصلا الشركه وتاخذ لايسنس يكون معك شهاده من اشري، ونفس الشيء يطبق بامريكا، في شيء اسمه باتر بيلدينجز بامريكا كمان بيتطلب بعض الشهادات من اشري، فهيدي كمان بتفيدك بمجال شغل معين. يعني حتى بتلاقي انه هيلث كير فاسيليتي بتلاقي في شرك بيطلب انه لا لازم يكون اللي عم بيصمم المستشفى يكون اخذ الشهاده، لانه طبعا تعرف المستشفيات يعني عندها طبيعتها ومتطلباتها. صحيح. معناتها اللي فهمته منك انت شايف انه الشغل رقم واحد، الموضوع بيختلف من شهاده لاخرى، مو ضروري والله شهاده خلصتها، في بعض الشهادات ممكن تكون تقدمت لها بشكل مباشر، في بعض الشهادات اضطريت انك تحضر لك. بس ما زلت انا مستغرب انه قلت لي انه مثلا بالنسبه للمراجع اللي مذكوره بالهاي هاي بيرفورمانس بيلدينج انك اضطريت تقراها كلها، انت عم تحكي عن مثلا 10 او 15 كتاب، هذا الموضوع ممكن ياخذ مثلا سنه. ف شايفه موضوع عملي يعني. اي لك اول شهاده فعلا يعني مش هقول لك قريت 100% منهم، بس قريت قسم كبير يعني، وفعلا استفدت منه يعني، استفدت جدا من هذه التجربه لانه اعطتني lot of information، يعني كميه معلومات هائله قدرت احصلها. وانت بتحط لك مثل موعد انه انا عندي شهرين بدي ركز فيهم واقرا كل يوم وتعمل اللي عليك يعني. فبالنهايه يعني لازم تحط انت تارجت، لازم تحط انت نقطه بدك توصلها، فما فيك تقول انا يلا سنه وسنتين، لا بتحط يعني تاريخ معين، بتحط انا حاعمل كذا 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 كل يوم، بتحط مثل يعني جدول وبتخلص هذه الكتب. بقول لك كل صراحه هي الوحيده اللي تقريبا قريت تقريبا اكثر من التانيين، واذا بتنتبه التانيين ما فيهم كثير كتب لازم تقراها، يعني كميه صح. الكتب الموجوده بالاتش بي دي بي هي الاعلى واكثر. صحيح. طيب شكرا حسن. دكتور احمد، كون انه يعني خلينا نقول هي فرصه سواء لحضرتك او حتى للحضور الكريم، وما شاء الله معنا اكثر من 350 شخص حاضرين حاليا، فانا حابب يعني لو عندك شيء مثلا سواء في مجال الشهاده او حتى بشكل عام في مجال ايش، نخرج شوي عن اطار الشهادات ونتكلم بايش بشكل عام، في اي شيء حابب توجهه للحضور اللي معك، كون انه عندنا شرائح كبيره من اقصى الوطن العربي لاقصاه الاخر. انا متاكد الكثير منهم اعضاء اشري، وفي منهم اكيد مش اعضاء اشري لكن يعني فضولهم حابب انه يعني يسمعوا مننا نحن كاعضاء اشري او حتى منك كمدير اقليمي، شو بتحب توجه لهالشباب؟ هوجه نقطتين الحقيقه سريعتين. النقطة الأولى هتكلم في من إحنا دول عربية، إحنا خدنا توجه والحقيقة كان صاحب الفكرة المهندس أسامة الخياطة نحن نعرب بعض المراجع من أشري، وبفضل الله نجحنا نعرب 2 ستاندرد معيارين 62.1 و55، وابتدينا وشرعنا في الثالث اللي هو يعتبر أكثر أهمية يعني 90.1 الخاص بكفاءة الطاقة energy efficiency، لكن توقفنا قليلا لأنه في نزل منه 2019 اللي هو التحديث وإن شاء الله هنشتغل عليه. فأنا الحقيقة بوجه كلامي للزملاء المشتركين دلوقتي يتواصلوا مع أسامة، اللي منهم عنده شغف إنه يشترك معنا ويترجم، إحنا طبعا بنترجم ده مجاني، ولكن اللي فيها إضافة أو يعني المردود بتاعها، أولاً مردود علمي بنفيد به أمتنا العربية، المردود الآخر المردود شكلي ومعنوي إن أسماء اللي بيشتركم بتكتب على النسخة المترجمة اللي كل واحد بيستلمها، هيظل اسمك مكتوب على هذه النسخة. فاللي عايزين يشتركوا معنا ويشعروا في نفسهم أولاً بالشغف، ثانياً القدرة، يتواصلوا مع أسامة، هنعمل لهم مقابلة من خلال الإنترنت برضو ونشوف ونقيم. العدد مفتوح، هنشوف اكبر عدد ممكن لان احنا بنفكر في ما هو ابعد من ذلك، مش بس نخلص ال 90.1 ان شاء الله بنعمل ده
لما هو قادم يعني. ده الجانب الأول اللي حابب أتكلم فيه، لكل من يرى في نفسه القدرة والشغف والنهم أنه يكون مشارك، لأنه مش هياخد وقت كثير، هيبقى جزء من وقتك، لكن أهم شيء الالتزام. كل ما نتطلبه أن نكون إنسان ملتزما معنا، فيتواصل مع المهندس أسامة ونشتغل عليها. ده الجانب الأول. الجانب الثاني، اللي يجد نفسه في مكان أو في دولة ومش عارف الشابتر فين بتاعه أو يتواصل مع مين وعايز يستفيد بوجوده في هذا المكان، أو ما عندوش شابتر وعايز ينشئ شابتر عشان نعمل له دعم على مستوى الشابتر هو الفرع طبعا، يعني عشان نوضحها باللغة العربية. اللي ما عندوش فرع أو اللي هو مش عارف إذا عنده فرع ولا ما عندوش، يتواصل معنا برضو، برضو من خلال أسامة ندعمه. إذا في مجموعة وعايزة تعمل شابتر، إحنا في الزملاء يمكن يكون منهم بعض منهم مشارك معنا على التواصل الآن من الإخوة في ليبيا، التقينا بيهم أنا وأسامة في تركيا في معرض ما، وما شاء الله كانوا نشطاء وقدرنا ننشئ فرع في ليبيا لسه منذ يعني أحدث فرع يعتبر أنشئ يعني. صحيح جات الكورونا عطلت الأمور عشان نقدر نعمل الأنشطة اللي ممكن نعملها يعني والدعم الفني كده، لكن بإذن الله بعد زوال هذه الغمة بإذن الله تعالى ندعمهم. فاللي يرى فالأمرين تاني هعدهم، اللي يرى في نفسه الشغف إنه يشترك معنا في هذا، يتواصل مع أسامة. الجانب الآخر، اللي عايز يعرف مننا هو يقع في أنه في أي فرع أو ما عندوش فرع وعايز ومتحمس إنه ينشئ فرع، إحنا هنعمل له كل الدعم، لأن أنا عايز أوصل لكل الإخوة الزملاء اللي معانا على الخط وغيرهم اللي لم يتمكن نظرا لظروف وقته إن يكون معانا، إن إحنا عايزين ندعم المنطقة عندنا، نحيي فيها الجانب العلمي وندعمهم. إحنا يعني يمكن اللي ما قلناهوش في كل اللي بنحكي عم نحكي عن الجانب العلمي والجانب التثقيفي، إحنا أسرة يعني أشري ريجن أتلارج أسرة كبيرة جدا ممتدة الأطراف، عندنا ترابط شخصي جدا، أجواء يعني رائعة جدا، صداقات، شبكة تعارف كبيرة جدا ممتدة. فالموضوع له أبعاد أخرى، مش بس إن إحنا بنبحث، نعم بنبحث عن الشهادات ونبحث إن إحنا ندعمكم فيها، نبحث إن الدورات التدريبية تستفيدوا منها. وإن كان حسن ما جاوبش على السؤال اللي أنا سألته، أرجو إنه يجاوب عليه بعد المرة الثانية. إنه يعني إحنا القصة إنها شبكة محورية كبيرة جدا في المنطقة وخارج المنطقة، لأنه زي ما تفضل برضو أسامة، أنت الشبكة مش هتبقى بس في خلال منطقتنا والمنطقة العربية، لا ده أنت بتمتد القصة إلى أوروبا وإلى أمريكا، وبتبقى عندك شبكة طويلة عريضة من العلاقات من خلال الأسرة الكبيرة اللي هي أشري ريجن أتلارج أو المنطقة الكبرى. فبدعو الجميع أن هو اللي عايز يشترك في أشري أو يجد في نفسه الحب والشغف لهذا، يتفضل معانا ويقول لنا هو في أنه فرع، أو لو ما عندوش فرع نقول له ندعمه إزاي. واللي عايز يشترك معانا في الترجمة، لأن الترجمة الحقيقة نقطة حيوية جدا، إحنا عشان نعرب، لأن في بعض الدول كما تعلمون الحقيقة لا يعني عندها الحقيقة عزة يعني الفخر باللغة وبيحبوا يطبقوا اللغة، وأنا أثمن هذا الأمر يعني. فكانت فكرة أسامة إن إحنا ندعم هذه الدول وندعم الحكومات اللي عايزة تطبق المعايير باللغة العربية، فإحنا جاهزين لكده بفضل الله، نفذنا 2 وعايزين نعمل الثالث في وجودكم إن شاء الله وفي اشتراككم معنا إن شاء الله. شكرا لك دكتور. طب أنا راح أوجه معناها سؤال الدكتور أحمد الحسن مباشرة، بالنسبة للكورسات الدورات التدريبية، هل أثرت برأيك الشخصي على حصولك على الشهادات، وهل ترى أنه هي فعلا مؤثرة لأي شخص حابب يتقدم على شهادات؟ وبنفس الوقت بطريقة ما جاوبني على سؤال اللي هو أنا أتوقع يعني في باطن الكثير من الناس اللي بيتابعونا هلا حاليا، حصولك على 7 شهادات كيف حصلت عليهم؟ أنت جاوبت إلى حد كبير يعني عن هذا الأمر في الأول، لكن المدة الزمنية مثلا وكيف حضرت، فموضوع الدورات التدريبية لو سمحت وال7 شهادات. تمام. بالنسبة أنا يعني مدرب، فأنا تقريبا لما أخذت الشهادات ما أخذت دورات تدريبية، تمام، بس أنا دربت، فبعرف شو جوا الكريكولوم أو شو جوا التدريب يعني. فطبعا مفيدين جدا،
يعني عندك مثلا نعطي اكزامبل عندك السي اتش دي، اذا اخذت الاتش في سي ليفل 1 مفيد جدا انت تقدر تقطع الامتحان. يعني سي اتش دي بتلاقي اسمه الفاندمنتالز، هيك الفاندمنتالز اللي هو الليفل 1 اتش في سي ليفل 1 في كتير منه يعني بيساعدك للسي اتش دي. بتروح للانرجي مودلينج في كمان كورس انرجي مودلينج، بس الفرق انه هو الكورس مش معمول للامتحان والامتحان مش معمول للكورس. تمام، في شهادات تانية من 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 يعني جمعيات تانية بتلاحظ انه الكورس مصمم للامتحان، لا هون بفيدك بس مش انه هو مصمم او مصمم للامتحان، بس طبعا بفيد جدا جدا جدا. وفي تقريبا لكل كورس او لكل شهاده في كورس او في دوره تدريبيه يعني مشابه كثير اللي جوا فيها مثل الامتحان. فعندك مثلا لنقول البيلدينج البي ام بي البيلدينج انرجي موديلنج بروفيشنال، في عندك انرجي موديلنج كورس السي اتش دي، عندك الليفل 1 اتش في سي والليفل 2 الاو بي ام بي اللي هي الاوبريشن مينتيننس الصيانه، عندك كمان سستينبل اوبريشن اند مينتيننس في كورس معين بهذا الموضوع، عندك البيلدينج انرجي اسسمنت بروفيشنال، في عندك كوميرشال بيلدينج انرجي اوديتس كمان بتفيدك كثير لهذا الامتحان. فتقريبا الكورسات موجوده مش معموله للامتحان، ولا انه بتاخذ الكورس وراها دغري بتاخذ الامتحان، لا تعمل دوره تدريبيه مثل ما بدك انت على راحتك. في اونلاين كورسز، في الكورسز اللي احنا بنعطيها، يعني اعطيت بالامارات، اعطيت دورات تدريبيه بالسعوديه، اعطيت دورات تدريبيه بمصر، طبعا مثل ما قلت لك مفيده جدا، بس هي مش ضروري يعني تاخدها. في مثلا بتلاقي جمعيه تانية بيقول لك لا لازم انت تاخذ الكورس او تاخذ دوره تدريبيه بعدين تعمل الامتحان، لا بفيدك طبعا. وانا بالعكس بقول وبشجع انه لا لازم الدورات التدريبيه تبع اش تاخذ، لانه معمول بطريقه بروفيشنال، يعني اللي بتلاقيه جوا المحاضره قيم جدا، وبالنهايه حتاخذ انت هودي السلايدز وتخليهم معك ويصيروا لك مرجع. فانا بالعكس بشجع على الكورسات اللي هي او الدورات التدريبيه اللي بتعطيها اش. هلا السؤال الثاني اللي هو انا المده الزمنيه اللي اخذتها كرمال اخذت الشهادات، صراحة أخذت أول وحدة اللي هي High Performance Building Design Professional، لأنه أول شيء تعبتني شوي وقفت، وبعدين ما كان في كتير أصلاً شهادات متاحة، وفي يمكن خمسة أخذت من فترة صراحة يمكن 4-5 شهور، يعني في خمس شهادات في 5 شهور تقريباً. إيه تقريباً صراحة ما شاء الله سامة. طيب قول ما شاء الله ما شاء الله تأخذوا يعني أخذت بالأول الـ HPDP وراها يمكن اخذت الهيلث كير فاسيليتي، وبعدين الاربعه الباقيين اخذتهم مع بعض، والسي اتش دي مؤخرا يعني لما نزلت اخذناه. طيب تمام ما شاء الله. طيب استاذنكم نبدا بقراءه يعني اسئله المشاركين، ونحاول لاني نحن تجاوزنا الوقت، بس حابب بنفس الوقت اني يعني نتفق الناس ونشوف اسئلتها، فاذا في مجال يعني تكون الاسئله سريعه ومقتضبه. رح أبدأ بأول سؤال معنا من عمر، عبيقولنا بالنسبة للدول التي ليس لها فرع مثل السودان هل لديها تخفيض؟ شوف عمر بشكل عام، أنت إذا كنت مقيم في دولة ورحت فتحت يعني موقع البنك الدولي تصنيف هذه الدولة اللي أنت مقيم فيها، إذا كان اقتصاد دخله منخفض فطبعا أنت في لك تخفيض كعضوية، لكن كتخفيض كرسوم شهادة لا، الشهادة ليست معرضة للتخفيض. فالسودان من ضمن الدول على ما اذكر كانت انه فعلا مصنفه كاقتصاد واقتصاد يعني دخل منخفض. تتم لسؤاله هل توجد جهود لفتح فروع في هذه الدول؟ بوجه السؤال للدكتور احمد علاء في السودان، وبيقول وكيف يمكن فتح فرع جديد وخطوات فتح الفرع الجديد. خلينا نذكر اول شيء في السودان وممكن تقول بشكل عام، بس بعد اذنك بشكل احنا يعني منفتحين لفتح فرع في اي مكان من منطقتنا، بس الاخ الفاضل يبعت ايميل او يتواصل معاك يا اسامه عشان نشوف عدد. الفكره لفتح الفرع لازم يكون فيه 40 عضو، في عندنا في قسم وفي فرع، يعني في فرع وفي فرع من الفرع اللي هو القسم سكشن، يعني نسميه سكشن. عارف سكشن ترجمه ايه؟ نقولها قسم مثلا ولا نسميها ايه يا اسامه؟ الترجمه قسم صغير. قسم صغير
الحد الأدنى 20 عضو، الفرع حد أدنى 40 عضو أو يزيد. فبالتالي لازم نشوف الدولة عندك أو المنطقة اللي أنت عايز تعمل فيها هل فيها هذا العدد من الأعضاء. أنا حد علمي السودان فيهاش إلا عضوين بس، حد علمي يعني، لكن في سودانيين في الدول طبعا العربية كلها موجودين أعضاء. فممكن نشوف إزاي تتحل النقطة دي، تواصل مع أسامة وتحت أمرك نشوف إزاي نعملها يعني. ده بالنسبة لفتح الفرع، وما عندناش مانع فتح فرع في أي مكان، أي حد يقترح علينا إحنا حاضرين، بس ليها متطلبات وشروط زي ما قلت لحضراتكم، يكون 40 عضو في لفتح هذا الفرع. تمام، شكرا دكتور أحمد. في سؤال من معتصم عبد الله بيقول بعد السلام، نرجو شرح كيفية الحصول على عضوية أشري. أستأذنك يعني، هو موضوع بسيط بس فيه له تفصيل، ما بدي يعني أضيع الوقت هون، فابعت لي إيميل وأنا رح أبعت لك بالتفصيل الممل شلون تدخل أونلاين، بس بنفس الوقت هو موضوع بسيط جدا يعني ما بيحتاج منك جهد كبير. في عنا سؤال من كريم كشار، هل يمكن لشركة أخذ هذه الشهادات أم يجب أن يكون أشخاص؟ شو رأيك يا حسن؟ لا أشخاص بس، أشخاص بس، ما في شركات. أنا قلت يا أسامة بعد إذنك وبعد إذن حسن، أشري تتعامل مع الأشخاص والأفراد ولا تتعامل مع هيئات وشركات، قولا واحدا حكما زي ما أنت بتقول اللفظ بتاعك الشهير، حكما هي شيء واحد، تتعامل مع أفراد individuals ولا نتعامل مع هيئات ولا شركات أبدا، إلا في حالة واحدة بس، إن شركة أو هيئة بتتبرع مثلا للأبحاث عندنا، فبتتبرع لنا شركة كذا بمبلغ مالي، إن إحنا قائمة على التبرعات كلها الابحاث العلميه القائمه عندنا، فالشركه عندما تقدم بتبرع بنشكرها ونديها يعني زي تروفي نموذج كده هديه او شيء باسم الشركه فقط لا غير. ده الحاله الوحيده اللي فيها شركه، فيما عدا هذا نتعامل مع افراد فقط. لانه صراحه في مره بواحد من السي ار سي حدا قطع موشن بس راحت للمين اشري الهيدكوارترز وسقطت يعني، فهي يعني غير مباحة، وعمر أشري ما حتعمل لشركات، لأن الشركة بالنهاية راح الشخص منها، ما هو الشخص عم يأخذ الشهادة يعني، كيف صح. كيف شركة ممكن تأخذ شهادة؟ أنا أحب أضيف نقطة هنا، هو إن أشري في لما انشأت ببايلوز بقانون، وزي ما تنشئ شركة كده في ميمورندم اوف اندرستاندينج اللي هي ما أعرفش اسمها إيه بالعربي، يعني مذكرة الإنشاء فيها نصا أنها تعمل على الأشخاص وليست الشركات نصا. اللي انشأت من 125 سنة، عفوا لا مش 125 سنة ده الأصل، لكن هي من في 1950 تم دمج أكتر من هيئة وبقت أشري بالصورة ديت، من هذا التاريخ فيه ما قابل يعني لا تنتظر أن يحدث تغيير هذا الموضوع أبدا. تمام، تفضل. في عنا سؤال من محمد بيقول هل هناك كورس شامل مثلا للكوميشنينج؟ شو رأيك حسن؟ شوف بس خلينا نوضح موضوع الكوميشنينج. يعني احنا موضوع الكوميشنينج كتعرفة أشري هو من قبل ما نبلش ديزاين لبري ديزاين، يعني قبل التصميم تمام لحد الاوكيوبيشن لما يصير الناس تفوت على المبنى والمبنى يشتغل تمام. فنحن عم نحكي عن اللي هو السايكل كامل من قبل ما نبلش التصميم لا إنشاء المبنى والناس تستخدم المبنى تمام. فهو الكوميشنينج بنحكي فيه على الكوميشنينج بروسيس، يعني بالامتحان او بالشهاده هذه ما حيجي يسالك انت تشيلر مثلا كيف تعمل له كوميشنينج، بيسالك على البروسيس تبع الموضوع، يعني بيهمه انت تكون فاهم كيف تدير الموضوع تمام. هيدي الكوميشنينج من هالناحيه. في كورس للكوميشنينج من أشري تمام، بفصل لك موضوع الكوميشنينج جايدلاين 0 والكوميشنينج ستاندرد 202 اللي هن لنقول المرجعين اللي بيجي اكتر شيء منهم الاسئله. الكوميشنينج صراحه منا كثير صعبه كشهاده، لانه بتعتمد على هودي الاثنين اللي هن الكوميشنينج جايدلاين 0 والستاندرد 202، هن التو لنقول المرجعين الأكثر شيء حيجي منه الأسئلة. طبعاً في أسئلة بتكون وبكل امتحان حتلاقي أسئلة ما حتلاقيها بأي مرجع، يعني حتلاقي أسئلة تعتمد على الخبرة وما خاصة بأي مرجع. فهيدا من ناحية الكوميشنينج. في كورسز هني بيكونوا 3 ساعات، يعني كورسز بنقول له ميني كورس يعني شورت كورس 3 ساعات، بيحكيك عن الكوميشنينج، بيفسر لك الجايدلاين 0 والستاندرد 202 شو فيهم وكيف تعمل الكوميشنينج كبروسيس من قبل الديزاين، يعني قبل التصميم لا حد إنشاء المبنى وأشغال المبنى.
تمام. في عنا سؤال من أحمد حسام عنثر: أنا حاليا طالب في الجامعة، والسؤال هو ما هو الحد الأدنى من سنوات العمل أو الخبرة المطلوبة للتقدم إلى الشهادات؟ شوف يا أحمد، الموضوع مثل ما ذكرنا بيختلف من شهادة لأخرى، بس يعني أعتقد، ما بعرف إذا حسن بتأكد لي، أنه أغلب الشهادات راح تطلب منك يعني مينيموم 3 سنين خبرة مع بعد تخرجك كمهندس، فصعب حاليا كطالب أنك تفكر في الموضوع إلا على ما بال أنك تمارس عمليا. وحتى 3 سنوات مو أنه بتنعد من بعد تخرجك، لا، من وقت ما بلشت تمارس عمليا في الشغل بينعد 3 سنوات، وهداك الوقت تختار أنت الشهادة اللي شايفها أقرب إلك ومناسبة وتقدم لها. طيب، في عنا كمان سؤال من عامر أو عمر رباح: عدد المراجع المطلوبة لكل شهادة عدد كبير نسبيا، صح؟ هل هناك حاجة فعلية للاطلاع ودراسة كل هذه المراجع؟ شو رأيك يا حسن؟ شوف، في مراجع اللي هي بعتبرها محورية، يعني في مراجع أساسية لازم تقراها، وفي مراجع بتكون مثل ثانوية لنقول. يعني أنت راح تعمل مثلا High Performance Green، High Performance Design Professional، هتلاقي مثلا الجرين جايد، اشري جرين جايد، هذا ضروري تقراه يعني من اول صفحه لاخر صفحه، تمام. هتلاقي في بعض المراجع يعني كتير يعني كبيره وانت ما حتقدر تقراها اصلا، هتلاقي هيدي مثلا حتاخد منها اللي هي خاصه بالجرين بيلدينج، خاصه بالمباني الخضراء، الجزئيات اللي خاصه بالمباني الخضراء حتقراها. هي اكثر شهاده صراحه فيها مراجع. التانيين صراحة ما في كتير مراجع، يعني هتلاقي في 3 أو 4، مش كتير يعني كمية المراجع اللي فيها. فلا، هوليك التانيين لازم تقراهم، هي الوحيدة اللي فيها مراجع كتير الـ HPDP. تمام. عندنا سؤال من عبد الرحمن أياد: أنا طالب مرحلة ثالثة في قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف في العراق، وعضو طالب في أشري. حلو، لو تكرمتم بنصحي نصائح عامة تفيدني في اختصاصي في المستقبل. دكتور أحمد علاء، نصائح لهذا الطالب عن من انه هو عضو في اشري، بس تمام، بشكل عام شو تنصحه؟ في نصائح من جانب الاشري ونصائح من الجانب العملي. الجانب العملي انا انصح انك تتدرب، تروح وانت طالب الان تروح لشركات وتحاول تعمل حتى لو الجامعه عندك، في جامعات بتفرض عليك انك تعمل تدريب معين، وفي جامعات الحقيقه في معظم الدول العربيه ما بتطبقش هذا الموضوع. انا انصح اول شيء انك تروح تتدرب عملي في مجموعه شركات وفي امور مختلفه. أنت لا تعرف ماذا ستعمل بعد أن تتخرج. أنت ممكن تعمل في مجال التبريد مثلا، ممكن تعمل في الديزاين أو في التصميم، ممكن تعمل في التنفيذ، ممكن تعمل في الصيانة. فبالتالي حاول تقضي أكبر وقت من التدريب. الأمر الآخر، تدخل على المنصة بتاعت أشري، الويب سايت، الموقع تبع أشري، وفي الستودنت هتلاقي في مجموعة حاجات ومجموعة أنشطة الحقيقة كثيرة وبرامج تحاول تشترك فيها، ويبعت إيميلك للمهندس أسامة بحيث نخليك تتواصل، لأن العراق ما فيهاش الحقيقة شابتر، خليك تتواصل مع المسؤول عن الطلاب على مستوى الريجون أو على مستوى المنطقة الفرعية اللي أنت تتبعها، بحيث يدعمك ببعض الأمور وبعض هذه البرامج. يعني فيه كتير أمور الحقيقة في كستودنت أو كطالب، أنشطة علمية للطالب تستفيد بيها، وتقدر تحضر وانت كطالب مجموعة حاجات عبر الأثير برضو تستفيد بيها كشهادات هتنفعك عند لما تلتحق معمل، انك حضرت attending لمجموعة كورسات، مجموعة مش كورسات حقيقة زي سيمينارز او حاجة، لان طبعا انت كطالب تبقى شيء خفيف او مخفف شوية عنك تكون متخرج. التدريب العملي مهم للغاية، وتواصل معانا برضو وخلينا ندعمك، يعني انت واي زميل ليك عايزين ندعمه. طيب، في عنا كمان سؤال من صبري المحامدة، اتمنى اكون قريت الاسم صح، بيقول لك سؤال قصير: لماذا لا تدعم اللغة العربية؟ تفضل يا دكتور احمد علاء، اجب على هذا السؤال، لماذا لا تدعم اللغة العربية يا اشري؟ وماذا نفعل الان؟ احنا الان بنعمل هذا الاشري، لا الاشري كاشري هي باللغه الانجليزيه، لكن احنا كمنطقه هنا بان احنا عرب ومنطقتنا هنا الغالبيه العظمى منها من الشرق الاوسط والدول العربيه، احنا ندعم الاشري. بقول لك ترجمنا، عملنا ترجمه للاثنين ستاندرد لاول مره في تاريخ الاشري في 125 سنه مترجم للغه العربيه. بدعو الجميع ان يشتركوا معانا عشان اترجم الكثير والكثير من
من المراجع. بنحاول نعمل زي الندوة دي باللغة العربية عشان أو مش باللغة العربية الحقيقة، باللغة الدارجة في الأغلب يعني، لكن بالعربي أو بلغتنا يعني. بالعكس احنا بندعم دعم كامل ودعم كبير، بس الدعم الحقيقة متواصل من الطرفين. أنا إذا لم أجد الدعم منكم كأعضاء، أنا أقدر أدعم في حدود وأنتم كمان تدعموا في حدود. لازم نتعاون أن احنا ندعم اللغة العربية. بالعكس أنا مش ضد هذا الأمر، وهنحاول نعمل إن شاء الله في المستقبل يعني بعض المحاضرات باللغة العربية. أسامة يقدر يتولى هذا الأمر إن هو أجدر من الجميع عليها إن شاء الله. هنعمل لكم بعض المحاضرات باللغة العربية، لكن زي ما قلت إن أنا في بداية حوارنا، يمكن أنت ما حضرتش الجزء الأول، أول ما سألت قلت إن إحنا بنعمل ترجمة وبنعمل اللغة العربية، فبنحاول ندعم يعني. ما ده أشري، والأشري مشكورة طبعت هذه الحاجات على حسابها، وطبع يعني مش دفعناها من جيبنا إحنا. الأشري عملت الستاندرد ده أو المعيار ده مطبوع موجود في، لو دخلت على المنصة بتاعت الأشري على الويب سايت هتلاقي موجود النسخة العربي، في المعارض بتنزل النسخة العربي بتتحط في المعارض. فلا عملنا جزء عربي طبعا في حدود المتاح. احنا في الاخر كلنا متطوعين. ارجو اكون اجبت بس السؤال. احنا كمان ما لازم ننسى ان احنا بالمنطقة الكبرى مش بس دول عربية، يعني في دول تاني. هلا نحن بنحسن حظنا انه دكتور علاء هو الكبير يعني الموجود حاليا بالمنطقة الكبرى، بس يمكن سنة الجاي حيكون شخص من الهند يمكن يروح يعني يجرب يعمل الترانسليشن للهندي. فنحن طبعا حاليا محظوظين انه عندنا دكتور علاء، ولازم نحن كاعضاء ناخذ هذه الفرصه، لانه سمحتنا هالفرصه، بل مش حتجينا يمكن لبعد 6 سنين مثلا. فهل حاليا ممكن نحن نتعاون كلنا ونعمل هالترجمه ونعمل حتى دورات تدريبيه بالعربي؟ يعني نحن جاهزين. صحيح. طيب في عنا سؤال من رامي فكري، هل يمكن للشركة أن تستخدم لوجو أشري إذا كان لديها عدد من المهندسين معتمدين؟ رامي ضرب على الوتر الحساس يا دكتور أحمد علاء. نعم ممنوع منعا باتا. طبعا لا يمكن لأي شركة ولا لأي شخص، يعني حتى أسامة مثلا معاه الشهادة الأخيرة، وحسن معاه حسن ممكن يحط أنه هو حاصل على هذه الشهادات في توقيعه، لكن مش البادج فقط. نعم وليس لوجو أشري، وليس لوجو أشري ممنوع. إحنا أنا خليني أوضح لك شيء، إحنا عندنا أفرع وعندنا منطقة وعندنا أشري الأم. أنا مش من حقي وأنا في المنطقة وأنا يعني عضو مجلس إدارة من الـ30 اللي بيديروا الأشري، مش من حقي أستعمل لوجو الأشري في أي ورقة أو مطبوعة طالعة من عندي للمنطقة. أنا بستعملها في توقيعي على أساس أن أنا عضو مجلس إدارة، لكن في معاد هذا لا. لو شفت توقيعات حسن مثلا وأسامة هتلاقي حاطين توقيع، حسن بيحط توقيع فالكون شابتر اللي هو فرع الفالكون، لأن هو ده المسموح له أنه يستعمله. أسامة بأنه بيشتغل معي على مستوى المنطقة فبيحط ريجون أت لارج اللي هو المنطقة. أنا بستعمل عشان 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 أن أنا عضو مجلس إدارة. فلا يحق لشخص أو لشركة أن يستعمل لوجو الأشري إلا إذا كان هو يعمل في جانب معين أو رئيس لجنة أو شركة. ممنوع منعا باتا. بس التوضيح دكتور علاء، يعني أنت ممكن لنقول عم تقدم مثلا على مشروع معين، ممكن تحط أنا عندي هيدي الأشخاص حاصلين على الشهادة وتحط الشهادة نفسها. نعم جوا نعم. الملف اللي أنت مقدمه على الـ على الـ على الـ على المشروع هذا، لكن ما استعمل لوجو الأشري لأنه خد بالك حسن ما يعني بتحط الشهادة هي لوجو معين للسيرتيفيكيشن. نعم. أشري أيوة. سيرتيفيكيشن مش أنا صاحبنا محمد حداد، يعني كان في مشكلة صارت من يومين إنه في حدا كان عم يستخدم اللوجو تبع الأشري، هو انتبه للموضوع رأسا وظبطه. فلا طبعا هذه وبنشوفها كتير إنه شركة بتحط لك أشري لوجو. شو يعني أشري لوجو؟ أنت عضو ولا نحن كأشري يعني قلنا انه هذا المنتج اللي عم تعمله انت نحن مطابق لمواصفاتنا؟ ما في شيء هذا من شيء ابدا. مظبوط، احنا بنقاضيهم. اللي اضيف لكم يعني عندنا لجنه قانونيه بيتم مقاضاه هؤلاء الناس يعني مباشره، بنقاضي من يفعل هذا انه غير قانوني. طبعا احنا عشان احنا عرب وطيبين يعني في الاول بنطلب من الشخص من فضلك شيل دوت، بناخدها بالادب وبالاخلاق يعني. لكن هو انا ممكن تحول مباشره لامريكا ومقاضاه وفيها غرامات ماليه وقانونيه كبيره جدا. بس طبعا احنا بندعو الجميع محدش يحاول يعني يخطئ هذا الخطا، لانه خطا فادح الحقيقه.
لوجو الأشري لا يستعمل لشركات ولا لأشخاص. طيب رح أعتبره آخر سؤال، في لاحظت أنه في كتير طالبين إيميلي، فأعتقد أسهل شيء أنكم تكتبوه أسامة OSAMA@ASHRAE UAE، ASHRAE اللي هي ASHRAE UAE كلها واحدة .org، فأي حد حابب أنه يراسل سواء في موضوع اللي ذكره تكتبه على الشات أنت أحسن، كله هيشوفه تكتبه على الشات. راح أكتبه على الشات لأني متأكد إذا الكل راح يقدر. لا أعتقد كله هيشوفه. اكتب chat to all انت عندك فيه انك تو مارك اذا فيك حطيتها مهندس تعمل تكتبها على الوورد وتشيرها مع الشاشه ممكن. أوه أوه أنا ظهرت عندي هي خلاص تمام، انا ظهرت عندي تمام اعتقد ظهرت عندي، ماني متاكد اذا للي على الموبايل كمان. الشباب اللي بالاتنديز يقولوا شافوا الايميل ولا لا، اي حد شاف الايميل ظهر عنده بس يقول لنا ظهر ام لم يظهر بعد اذنكم. ظهر، هو الكل بيشوفه، الكل بيشوفه بس يمكن على الموبايل بس كمان لازم على الموبايل كمان يشوفوه. طيب ومع ذلك انا حاليا بكتبه على سلايد. حطوا سلايد على الشاشة كمان شيء غايص. مظبوط، اعتقد حاليا ظاهر للكل، ظاهر. فهذا هو الايميل اللي حابب يبعث لي اي شيء، usama@ashrae.org. انا حابب اتشكركم كثير دكتور احمد علاء على الوقت اللي يعني خصصتوه لهالليله الساعه تقريبا، نحن طبعا تجاوزنا بشكل كبير الوقت المخصص لليله، يعطيكم الف عافيه. وكذلك المهندس حسن يونس، بتشكرك كثير لتلبية الدعوة والمشاركة معنا في هالليلة. وبرضو كمان أختم وأكرر شكري الخاص لأخينا محمد حداد على طرح الفكرة. وعلى فكرة يا محمد، مجرد طرحت الفكرة على الدكتور أحمد وعلى حسن بالمشاركة ما ترددوا على الإطلاق وقالوا لي نحن بندعم. شكرا لكم. هيك ندوات، وحتى أنه باللغة العربية، ونخاطب شريحة الناطقين باللغة العربية يعني بعيدا عن زحمة الكورسات والندوات اللي بالإنجليزي. نعم صح. يعطيكم ألف عافية جميعا، بتشكر جميع اللي حضروا. أترك لك التعقيب الأخير لك يا محمد. شكرا لجميع الحضور، من شكر بحجم وطننا العربي الكبير، الحضور من كافة أقطار الوطن العربي الواضح من الأسماء الموجودة عندي، وشكرا لحضوركم كمان وتلبيتكم للدعوة ودعمكم لمبادرتنا. أنا بس كان عندي ملاحظة كتير مهمة للشباب، لجميع المهتمين بالشهادات أيا كان نوعها. شباب، المعرفة هي الأساس، يعني إحنا خلينا نبحث عن المعرفة، وإذا تمكنت من المعرفة في الشهادة بتيجي، يعني ما يكون تركيز فقط الشهادة وبدي أحط الشهادة ويكون أنا في السيجنيشر تاعتي أو في الإيميل تبعي أنه أنا ما أخذ شهادة فلانية. هو الأهم المعرفة، وهذه النقطة الأساسية اللي إحنا بنركز عليها في مبادرتنا، يعني أنه أهم شيء يكون الكل يمتلك المعرفة، وهي هي أداة المهندس وهي التولز اللي بيشتغل عليها. فهذه النقطة الأساسية يعني إحنا دائما نتحدث فيها، المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة هي الأساس. بالنسبة للغة العربية، فإحنا كمان في مبادرتنا صح اسم المبادرة هي ميكانيكال ويبنرز، فراح نجد لها إن شاء الله اسم بالعربي. هي الأساس هي نشر المعرفة باللغة العربية، يعني هناك زحمة وفي هناك في ويبنرز كتير عمل في اللغة الإنجليزية، والكتب أغلبها ممكن المراجع ذاتنا باللغة الإنجليزية، فشيء جميل إنه ننشر باللغة العربية. وصراحة لاحظناها بجميع الويبنرز اللي إذا كان باللغة الإنجليزية فالعدد هو نصف الحضور، إذا كان باللغة العربية فعم بتضاعف العدد بشكل كبير. بكرر شكري للجميع للحضور وللدكتور أحمد ومهندسنا العظيم مهندس حسن والمهندس أسامة، شكرا لكم وشكرا لدعمكم وشكرا لوجودكم معنا، والله يعطيكم ألف ألف عافية، سعدنا فيكم جدا يعني، مشكورين، الله يحفظكم، يلا مشكورين، الله يسلمك، وعليكم السلام.